اكتر حاجه كانت بالنسبه لي شغل دماغي. لما بتيجي تروح لطبقات اقل احتياجا، مش بقول لك الاكتر احتياجا، طبقات المتوسطه والمتوسطه العليا والجماعه الاغنياء والاغنياء جدا قوي خالص اللي عندهم العربيات اللي تخوف دي، وتيجي تقول له الدعم النفسي والمرض النفسي، اول حاجه يا عم انا مش مجنون. واحنا هنا بنتكلم على ناس اتعلمت كويس وعاشت كويس وراحت نوادي وسافرت بره وعملت اللي، واول ما تقول له كده يقول لك انا مش مجنون. تقول له يا عم هو المرض النفسي زيه زي اي مرض، وليه علاج وليه ادويه وليه جلسات وليه حاجه. لا 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 لا، ويبدا ياخد الموضوع على صدره جدا جدا كانه فما بالك باهالينا اللي هم اكثر احتياجا مننا، وقد يكون في منهم جزء لم ينل قسطا من التعليم اصلا او قسط بسيط من التعليم. اتعاملتوا مع الموضوع ده ازاي؟ طبعا زي ما شرحت لحضرتك الموضوع قوبل في البدايه يا اما حد ما سمعش، يا اما حد هاجم، يا اما حد قال لا انتوا جايين بايه، احنا محتاجين خدمات تانية. واحنا الحمد لله في القوافل اللي بننزل فيها بنبقى نازلين بمجموعه كبيره من الخدمات، سواء خدمات طبيه، سواء خدمات تعليميه، سواء خدمات توعويه، سواء خدمات تمكين للمراه اقتصاديا، دراسه الحالات الانسانيه بشكل موسع بالتعاون مع العديد من الجهات، سواء وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وانضم لنا مؤخرا عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسهم صناع الحياة ومصر الخير للتدخل في حل مشكلة الغرم، سواء توعويا أو حل مشاكل الغارمين على الأرض. فكان الدخول الجزء بتاع التوعية النفسية كنا متوقعين ان هو هيقابل في البدايه ب يعني مش عدم استحسان في البدايه، ولكن الحمد لله اول ما نزلنا في الجيزه قريه بنشت وبعدها نزلنا في كفر الشيخ ابتدت الحالات في قافله بعد قافله تزيد، وان شاء الله باذن الله متوقعين في خطتنا الفتره اللي جايه ان هي تزيد بشكل اكبر مع نهج اللي احنا ماشيين بيه من خلال القوافل التوعويه واللي من خلالها بنعرف الناس فكرة المرض النفسي أعراضه، سواء بقى للسيدة نفسها أو سواء لطفلها أو جوزها. وطبعا جزء مهم جدا برضو بنشتغل عليه مكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، التوعية برضو بأضرار الإدمان، الأعراض بتاعة الإدمان، لأن في سيدات كتير جدا من رقيق الحال أو حتى الأبهات الشقيانين ما بيبقاش عارف الأعراض دي على ابنه أو على حد من ذويه، مش فاهم ده ممكن يكون شكله ده. حتى الاسر اللي هي زي ما حضرتك كنت بتقول اللي حالتها كويسه نفسها كانت تفاجئ بحاجات ما بياخدش باله بالظبط.